solve using Gauss-Jordan elimination problem 51. عندنا two equations in three variables. نبدأ بتكوين الـ augmented matrix 2 مع negative 1 negative 3 8 من second equation 1 مع negative 2 مفيش x 3 يبقى 0 7. عايزين الـ first element first row يكون 1 وعندنا 1 first element second row فممكن نعمل replacing أو interchanging between التو روز يبقى 1 نيجاتيف 2 0 7 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 8. كل اللي عملناه R1 interchange مع R2. التو مفروض تكون نيجاتيف تكون يجي لها نيجاتيف 2 عشان تبقى 0 فنضرب الفيرست رو في نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 4 0 نيجاتيف 14. الفيرست رو ما غيرناش فيه شيء. السكند رو هناخد نيجاتيف 2 من ار 1 مع الار 2 ونعمل ريبليسنج للار 2 0 3 نيجاتيف 3 نيجاتيف 6. السكند رو سكند اليمنت شود بي 1 فنقسم كل السكند رو على 2 على 3 بحيث تبقى 1 يبقى 0 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 يبقى قلنا 1 اوفر 3 من ار 2 والناتج في ار 2. عايزين العنصر اللي هو نيجاتيف 2 اللي فوق ال1 يكون 0 فيجي لها 2 فنضرب السكند رول الجديد في 2 يبقى 0 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 هقول نيجاتيف 2 لا 2 من ار2 الجديد مع ار1 ونعمل ريبليسنج للار1 1 0 نيجاتيف 2 3. وصلنا للريديوس دي فورم. دلوقتي ممكن نكتب السولوشن. عندنا 3 variables x1 x2 x3 و2 left most ones وبالتالي لابد نعمل assumption لأحد الـ 3 variables. assume الـ x3 equals t إذا من الـ first equation x1 minus 2x2 equals 3 أو نقول إن الـ x1 equals 2x2 plus 3 يعني 2t plus 3. من الـ second equation عندنا x2 minus x3 equals negative 2 إذن الـ x2 equals x3 where is t minus 2 where t belongs to r. يبقى مبدئيا عندنا infinitely many solutions والسيستم كونسيستنت لان في سولوشن والاكس 3 ايكوالز تي الاكس 1 ايكوالز 2 تي بلس 3 والاكس ده الاكس 1 اكس 2 ايكوالز تي ماينس 2. يبقى السولوشن سيتس او نقول السولوشن ست لمجموعه حلول كتير. كل ما ندي تي قيمه نقدر نحسب ال x1 which is 2t plus 3 x2 which is t minus 2 x3 equals t.